لك الله على الله على الله. أنا كاريزماوي أنا كاريزماوي أنا كاريزماوي أنا كاريزماوي أنا كاريزماوي والراس طايل لمركز دايم ما على وايل ومثبت أفعالي بالدلايل. أنا انت حظك يا منافس شد حيلك ابذل المجهود كله ابتدت ساعة خبايا. انت حظك في خبايا انت حظك ما ساد بيطول ليل جونا بسطة وفلا في خبايا انت حظك في خبايا انت حظك كانك بتخسر يا ويل لا تزيد الطين بلا انت ضيع في خبايا. انت حظك يا منافس شد حيلك ابذل المجهود كله ابتدت ساعة خبايا. انت حظك في خبايا انت حظك ما ساد بيطول ليل جونا بسطة وفلا في خبايا انت حظك في خبايا انت حظك كانك بتخسر يا ويل لا تزيد الطين بلا انت ضيع في خبايا. انت حظك في خبايا أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم، يتجدد اللقاء بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أمسية جديدة وتحدي جديد. الخبايا والمزايا، الخبايا حظك وانت وحظك. اليوم بإذن الله نشوف الشباب وحماسهم اللي واضح، ونبارك يعني تدشين المكان والمسرح، وكذلك إلى الشارة والشكر موصول إلى المهندس والحبيب هيثم ملحاني، وكذلك إلى صاحب الصوت الشجي محمد فهد الله يبيض وجهه ويعطيه العافية. أيضا الشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين اللي تترقبون وتنتظرون هذه الفقرة اللي بيصير فيها شيل وحط وهات واخذ وجيب وانت وحظك. وقبل ما ادخل في واحد من الشباب قال تراني قعيطي درجات، قلت انت وحظك، هذا باختصار. ولكن باذن الله ان وياكم في هذه الامسيه الجميله نطلع بشيء جميل يرضينا ويسعدنا ويحوز على رضا رب العالمين قبل كل شيء. قبل ما نبدا اعزائي المشاهدين، قبل ما نبدا انا اصوت على جميع المشاهدين، عفوا على المشاهدين، أو صوت على جميع المتسابقين اللي باقين. إن بدت المسابقة أقول لك اعتذر منك وحقك علي، فأنت خارج المنافسة اليوم. فأنا اليوم أشوف الجميع متواجد، أتوقع غايب حدود 6 أو 7، ولكن لا تنادي أحد، يعرفون الساعة 9 تبدأ خبايا. اللي حريص مثلك نقول بيض الله وجهه، واللي مو بحريص نقول والله عاد وش نسوي، نسحبك من غرفتك، ما نقدر فيك، هذه برامج الواقع، احرص على فقرتك واعرف متى تكون متواجد. دائما قبل ما نبدا دائما نذكر بهذا الوقف في مكه المكرمه، وقف اليتيم، وهي هذه التجاره مع رب العالمين، ونطلب المرافقه المصطفى صلى الله عليه وسلم. انا وكاف اليتيم كهاتين في الجنه، فالله يجعلنا واياكم منها ويجعلنا واياكم منهم. كذلك اعزائي المشاهدين، ان الانسان يعني يدفع او يتصدق أو يدفع من جيبه يبغى ما عند رب العالمين. أنا أدفعها ربما لصلاح نية، لصلاح ذرية، شفاء مريض، أرجو ما عند الله سبحانه وتعالى تكون لي نور في قبري حتى تقوم القيامة. فلا تبخل على نفسك، تظهر قدامكم
في الكاشات الأرقام وكذلك طرق التبرع وهي سهلة الحمد لله، يعني في خلال 30-35 ثانية وأنت يعني متصدق وأنت جالس في بيتك وأنت تتفرج اللي تجود به نفسك، لا تحرم نفسك من المشاركة. فأعزائي المشاهدين دعونا نتنافس حنا وإياكم والمشاهدين كذلك النجوم اللي معنا على أن نكون يعني بكل أمانة أن نشارك المصطفى صلى الله عليه وسلم في الجنة وحنا أمة تبعية. يعني هذا القرآن وهذه السنة جاءت بأدلة حنا نفعلها ونرجو ما عند الله سبحانه وتعالى، فنبذل السبب وبإذن الله سوف تنالون الأجر. لا تحرم نفسك المشاركة وخبر غيرك، والأجر يعني ما هو عليك لحالك، خله على المسلمين اللي حولك. أرحب بوقود ونجوم هذه الليلة، النجوم الموجودة معي، الله يسعد مساكم وارحبوا حياكم الله. كيف حماسكم المسابقة يا شباب؟ أكون في بكل أمان أنا أكون معكم صادق، الأسبوع اللي فات يعني كان فيه ردة فعل في الأخذ والعطاء، وبيني وبينك يعني صراحة هو أصل المسابقة كذا، يعني دخول سلطان أهل بريك ثم سحب 4000 من أبو عواد، كانت هذه قاسمة قوية، ولكن أشكر سلطان لأنك في مسابقة، صح ولا لا؟ يعني لو عادت بكل كرة بتعيدها؟ والله بأكثر من 4000. طيب وين سعود علوش؟ سعود كيف حالك؟ يلا حية. أنت جربت أمس البرايم وشارفت على الخروج، ما عاد بينك وبين الشارع إلا الباب بس. أنت قلت لي قبل ما أدخل قلت والله تراني حريص على درجاتي، تتوقع خبايا بتكون معك ولا ضدك؟ معي إن شاء الله. معك، أنت حظك زين دايم؟ صدق اللهم لك الحمد. ما تدري عنها؟ لا أقول اللهم لك الحمد، حظي دايم زين. حظك زين دايم إن شاء الله. اللهم لك الحمد. طيب. عطى البسكوت. أنا ما أدري وش ال طيب كيف حالك؟ كيف حالك يا أبو فلاح شلونك؟ يلا حي. الله يحييك. يلا حيه. الله يحييك. أمورك نعيمة يا حبيبنا. الله ينعم عليك. شوف متزبط اليوم. إي نعم. خبايا لازم تضبط. خبايا طلعنا الخبايا. طبعاً شريكنا الأول ودائماً هو سر نجاح، دائماً ما نضرب على الشاشة هم هؤلاء الجمهور. طالع قدامكم الرقم قدامكم، ونستقبل اليوم إن شاء الله أكثر من اتصال. وبيكون لنا مشاركة معكم وبتشاركون المتسابقين، يا بتعطونهم يا بتاخذون منهم. طيب كيف حالك فيصل؟ شخبارك طال عمرك؟ دائما أنيق يا فيصل، أقول دائما أنيق يا فيصل، شلونك طال عمرك؟ أنا وصلت لك سلام ووصل لك لك ثاني مرة، نواف بن طارد يسلم عليك السلام الكثير، وأنت محبوب وأنت والشباب والله العظيم. آمين آمين يا مرحبا. طيب نستعين بالله يا شباب، نتوكل على الله، أعطونا القرعة أعزائي المشاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما أبدأ الشباب اللي ما دخلوا معنا نعتذر منهم اليوم ونقول لا دخول اليوم معكم وخلك برا واستانس في القرية اليوم. في أحد باقي؟ اثنين ملي يصورون؟ صورون شالوا التصوير، ما في أحد. على كل حال اللي بيدخل بعد شوي نقول له فصفص معنا وجرب حلويات وبهارات ومكسرات الغربي، سولف معنا. بسم الله الرحمن الرحيم نبدا القرعه ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اعطونا القرعه، توكلنا على الله. انت حظك انت حظك ما زلت بطول ليل جونا بسطه وفاء. القرعه وين؟ في خبايا في خبايا. انت حظك انت حظك انت حظك. ايوه خبايا في خبايا. يا سلام. وقف سالم، مرحبا يا سالم فتى الكوبوي. ايوه عاش هاي عاش، مرحبا يا سالم. يلا حيا. شلونك يا سالم؟ الله يسلمك. امورك تمام؟ خير. شلون درجاتك؟ الحمد لله كل شيء تمام زين الله يسلمك. اعطونا اعطونا الخبايا، اياكم ترون الحلو. بسم الله حلو الورد يا هذا. يلا يا سالم شلونك يا سالم؟ امورك زينه؟ انت ما دخلت في البرايم امس؟ لا الحمد لله. امورك زينه ان شاء الله؟ دخلت في الليست 10 والحمد لله طلعت. في الليست 10 دخلت معهم؟ اي الحمد لله. وطلعت؟ اي الله ملكك. تطلع عشان معدل الثقافي عندك كويس ولا كيف؟ الحمد لله جاني سؤال اجبت فيه اجابه فانتاستيك فانتاستيكيه حجت الحمد لله. اليوم ظهر بفتى الكوبوي او لا لا لا. اي لازم ليش؟ نغير اللوك. يا سلام سالم لك في التمثيل؟ سم اقول لك في التمثيل اجل تحب التمثيل؟ الله تمام الحمد لله. طيب يلا اعطونا الصناديق يا زين وجهي زينه يا زين سعد القحطاني زينه بس
هذه النرجسية، هذه اللي يسمونها نرجسية صح؟ هذه النرجس. أعطونا أعطونا الخبايا، أعطونا الخبايا. بسم الله الرحمن الرحيم. نبي السلامة نص ونص، ما أدري قدها ولا قادح. قادح. أعطونا قادح. قادح قادح. ذكروني بالمهجولين مرة ذولا، إيه بعد ودخل في عمود وخلوه. سمى سيف. إيه إيه نعم. حلو. إيه نبي السلامة. يا سلام، وهذا المطلوب. طيب عطونا، رجعوا للصناديق يا ناصر. عطونا يا يا لبا كبدك هنا. ايوه ايوه. طيب اعطونا قادح 800. طيب افتحوا لنا. طبعا نطلع للسؤال الان، والسؤال يقول، السؤال طلع لك السؤال. والله شكر شكر عظيم لقناة الواقع وعلى راس ابو عبد الله على 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 التهيئة الجميلة هذه. سالو يعني خضت في 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 مسارح كثيرة، ولكن في مسرح الواقع والكبر هذا اللي شايفه صراحة شيء يثلج الصدر. ناخذ السؤال. السؤال يقول، السؤال يقول يا سالم. طيب يلا يا ناصر. ما طلع عندي باقي خشة الحلوة بديتني. يلا أنا من وجهك الطيب بس عاد أتوقع أن السؤال بيكون يعني زين. بيجيني الله يا رب. إن شاء الله إن شاء الله هو وجهه بيكون بيكون زين وبيكون شين على بعض الشباب. لا عطني السؤال أول شيء، عطني السؤال. إيه طبعا عشان تعرف إن إذا طلعنا الصناديق يختارها المتسابق ثم يظهر السؤال. إذا ظهر السؤال نفتح لنا الصناديق. إذا طلع لك علامة استفهام معنات السؤال إيش فيه؟ صبه في مويه واشربه. حطه في كاس مويه واشربه. طلع لك بالإجاب حظك زين، طلع لك بالسلب أنت وحظك إذا ما كان موجود فيها تدبيل أو من هالقبيل. فخبايا لا زالت، فلا زالت. أنا أتوقع أمس بكل أمانة أكون معكم صادق، البارح اللي خاصة في الليست تن هذه أو الليست صح الليست تن اسمها كذا يوم الجمعة، إيه في بعضكم كان كان فرق درجة ودرجتين. نعم نقطة نقطتين ثلاث نقاط بعضكم، يعني كنتم متقاربين. ف يعني صراحة سعد علوش سعود، سعد علوش حلو سعود، يوم قال لي إني قعيطي درجات الحين والله من حقه ومن أبسط حقوقه. ليش؟ لأنه جرب شاف شاف الشين الرجال بغي ما بغى يطلعونه مع الباب ذا، مع الباب ذا حتى. ف المتسابق دائما ينافس، خاصة أنا ما أدري عنكم في أحد ما ينافس على المركز الأول. سيف ما تنافس؟ ما تفايزت؟ ما تنافس؟ ليه ليه أنا؟ ليش؟ آه تكلم ليش ما تنافس؟ ليش؟ اللي يحب الغنية الكبيرة تنافس على إيش؟ على نجم الجمهور بس، على المركز الأول ما تنافس عليه. تصريح ذا تصريح. ها ولا الدراهم تروح وتجي ونجيبها. أها ممتاز ممتاز. فايز فايز يقول أنا نافس على نجم الجمهور ما نافس. في أحد ينافس على غير المبلغ مليون؟ عبد الله السلام يا سلام. ها آه سمت بس كذا عناد لبيه كل المراكز من حقك. نعم نعم كل المراكز. في غيرك في غيرك نافس عليها. نعم آسف أبو الشيخ أبو سالم نافس على المركز. تنافس على تنافس على المركز الاول. والله شفناك من صراحه من التصفيات وانت باذل جهد بكل امانه. بخليهم يعني بيوت. طبعا عندنا بس ترتيب معين بس في الـ في الاي تي وراجعين. خذ راحتك خليك معنا يا سالم. هلا فيصل. انا نافس على مركزك اللي انت فيه على مكاني عشان اهنيك. طول عمرك. ما يمنع انك تنافس ايضا على على مراكز. كان ناصر القام يروح. طيب وش رايكم ما نسوي يعني نسوي بربقندة كذا ونسيطر على القرية ولا نسمع الناصر ولا نسمع للإدارة وحنا نسوي لنا إدارة وأنا أنا أترأس المجموعة هذه. تم أترأسها أنا أمسك الموضوع هذا أتبناه كامل. تم تم معك. ها فلح أبو سلطان وينه؟ أبو سلطان أول واحد بفصله. هو أخوه أخوه بيفصل. أخوه أخوه لو نجح والله لو ناكل أخوه يمكن يضرب هذا كذا نكون مصرين. حط أخوه بدال. ها لا ناصر الحربي والحلم ما في شيء متأخر.
الايتيم والايتي دائما يكون فيها اخذ وعطاء. ناصر الحربي لا 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 انا والله يا سعد المره اللي راحت طيب خلنا نسمع الكنترول شو يقولنا يا سيف. يلا دائما انا اتوقع صورتي كانت سبب في الموضوع هذا. قوه الجمال سبب مشكله في الاي تي كامل. يا اخي الحساد واجد يا اخي. انا يزدهر يلا طيب طيب على كل حال نرجع للاسئله. السؤال مو طالع معي، ركز معي في السؤال. الصناديق اللي بتكون واضحه معنا، اتفقنا؟ طيب السؤال يقول معك 20 ثانيه بقول لك بدا. اول ما اقول السؤال ترى بيبدا معك الوقت، تمام؟ خيارات ما في اي شيء؟ اي في خيارات. طيب كم عدد الصمامات الموجوده في عضله القلب؟ 4 8 12. بدا التايمر. لا عينك علي، قلت لك المسابقه ابذل جهدك لا تصير في حقي اني 8. 8 صمامات. يا سلام عليك وقادح صح؟ انت قادح؟ قادح اي وقاد قادح اي قادح قادح. خلنا نشوف الصندوق، ورونا الصندوق تكفون. سلام سالم. عليك الحين صح ولا خطا؟ خلنا نشوفه على بركه الله. خلنا نشوف الصندوق على بركه الله على بركه الله. اذا اجابه سالم عطونا الصندوق. من اللي يعرف عدد الصمامات؟ صحيح اجابته كم؟ 4. اجابتك خاطئه يا سالم. وخلنا نشوف اذا خذ سالب 800 يا سالم وشكرا لك يا القادع. بيض الله وجهك. 800 يلا توكل على الله على بركه الله سبحانه. على بركه الله. تحيه جميله منكم انتم اللي قادح قادح. ايوه سالب 800 قادح. اعطونا القرعه عطنا القرعه عطنا قرعه يلا وقف وقف يلا يا سيف يا العماني كيف الثقافه عندك؟ ثقافة ممتازة إن شاء الله. ممتازة جدا؟ جدا. والله شوف أنا أعرف العمانيين جيدين في الثقافة صراحة. أكيد نعم. وشاركنا معهم كمتسابقين الله يذكره بالخير ويمسي عليه الأستاذ عمر الحضري. طيب اختار. نبي السلامة نص ونص هدوء. قادح قادح. 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 عطونا قادح. والسؤال يقول. عطونا شو قادح وش يطلع؟ يطلع سؤال ولا يطلع لك خبية؟ عطونا إياه. السؤال يقول كم يبلغ طول الماراثون؟ 40 كيلو 41 كيلو 42 كيلو. عينك بدأ التايمر 20 ثانية. يا سيف تقول ثقافتي حلوة ها تعاين في أحد أنت هناك؟ 40 كيلو 40 كيلو. أنت شاركت في ماراثون؟ لا. ما قد شرفت؟ لا ابدا ابدا. اذا اجابة خاطئة وقادح ثاني. خلنا نشوف الصناديق عطونا يا سالب 800 وافتتاحيه حلوه يا قاد. عطونا القرعه عطونا القرعه احلى مالهم. يلا الله يبارك بحياتك. معك قلم يا شباب بس وقف. الله الله يرفع قدرك. شكرا لك. السؤال يقول باقي خلنا نشوف ايش بس الصناد وش تبغى انت؟ ما ادري. اعطونا ما ادري وكم مقدار ما ادري؟ 400 والله ليش؟ ما ادري انت عارف ليه 400 ما ادري عارف ليش 400 عارف وليه ماخذ ما ادري؟ اعطونا وش فيه؟ اقول لك انا مرتاح جاجي على الله نفتحها افتح توكل على الله مرتاح جاجي على الله. السؤال هنا يلغى باذن الله ونشوف وش في الخبيه. اعطونا الخبيه مرتاح جاجي على الله ما الله خيبه. يلا مبروك نقاط المسابقه. حلوة يا سلام حلوة مرتاح جاجي على الله انت حظك ما ساد بي طول الليل. اذا سلطان ياخذ 2000 نقطة. يا سلام يا الله من ارتح جاجه على الله ما الله خيبه. خبايا في خبايا انت حظك والله انت حظك والله سلطان كانك بتخسر. طيب اعطي القرعه
عطنا القرعه. يا سلام والله يا 2000 جاتك تركض ركض. وقف هلا. ليش انا عفوت وجهك؟ ليش عفوت وجهك؟ ليش عفوت وجهك؟ ظل من وجه النكبه. والله انا بضرب بكاريه. ابغى لي جمس الاسود. وين الجمس الاسود؟ وين يا عبد الله الجمس الاسود؟ موجود؟ حي عينك في ذمتي كذا وضعك كويس صح؟ اعطونا قادح. قادح نايف والله اخوياه اللي غروا روبه. تبغى قادح؟ قادح قادح. خلينا نشوف ايش في قادح. عط بسم الله عليك. على وجهك بسم الله من الحسد والعين. الحسد والعين. الحسد والعين جعلني قبلك. انا نزل مايك انا. يلا يلا عطونا اياها يا كنترول. اعطنا قادح المربع الثالث. سؤال ولا خبية؟ لا لا خبية خبية خبية. عطونا الخبية. خلينا نشوف نايف. نايف قام يبلع ريقه. الله ما ادري وش فيها. بسم الله اخصم قيمة منطقية من اي متزايد. كيف حالك يا عمرك؟ يلا حية. ايش رايك نتفق اتفاق؟ سم اتفاق. ها ولا كلمة. وجهزك يا اجلس اجلس. هدوء ريلاكس. اللي قام اجلس نايف. ايوه شوف انا شرير. انت شرير؟ نعم ولكن والله هم اللي شفت كيف. نعم الشرطة صديق المحترم. نعم ابراهيم عواد محترم. عبد الاله محترم. ايوه فيصل بن علمان محترم. عطى كم القيمة قبل ما تختار الشخص؟ كم تخصم؟ ابى اخصم. ايه كم؟ 4000. 4000. نعم 4000 يخصم. نعم. يخصم 4000. 4000 نقطة من حقك. نعم. الكنترول اعطانا الاذن. هلا سالم. ابى اخصم. سالم لا 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 سالم ديع. لا سالم ايش ديع؟ برا برا المنافسة اليوم سالم. ربي ينقذ. لبي ارجع ارجع خلاص ارجع ارجع عجل. خلنا نسمع خلنا نسمع. لا اله الا الله. صل على النبي. مرحبا ومسهلا. اهلا وسهلا. انا كنت عندي عمل. عمل ايش؟ يعني تبغى تخصم عليك كيف؟ عمل عمل شاره هنا لك. شاره انت روح لحق العمل قول يسلم عليك سعد وقول عطني النقاط حقت سعد. انا ما عندي شيء والله. والله اني طالع من والله ودي اسالم اخدم اخدمك يا ولد عمي. شوف يا حبيبي اذا جاي متاخر. انا كوني شخص يا سعد القحطاني اجي قبل فقره بساعتين ساعتين ونص ثلاث ساعات. ايش رايك ارجعك ورا شوي؟ يعني نعطي وقت ارجعك ورا شوي. لا في شباب سووا مزايدات سووا العاب. وش فيك كنترول؟ اها طيب طيب. لا 4000 يقولون واجد. الكنترول خلاص 3000 يا رجال. كنترول ايش في كنترول؟ اي نعم 3000. اها اعلى شيء صحيح منطقيا. طبعا الكنترول في ثلاثة من لجنة التحكيم وفي الاي تي 4 يقول اللتم اللي تاخذه الى 2000 نقطة. عندك من 100 الى 2000 كم تحصل؟ تبغى 2000؟ علمنا ابو النايف ثامر 2000 نقطة. انا 40 راحت مني 40. يلا رجعتها يا اخي نقطة لا تكفى تخصم. انا 40 يلا راحت. لا ما تدري تخصم على 2000. والله ما اقدر ما اقدر والله. نايف سعد سعد نايف انت اللي سعد انت جالس تعزز له. ام صفرت 40 انت اللي او اشرت له وانت اللي قم وانت اللي كفو. ما توقعت اني بياخذ اطباعي. كلكم اصحابنا يا اخي خلاص. اذا اخذ من نايف المطيري 2000 نقطه. هلا يا سالم. عمل القناه شيل القناه. والله والله هذا أنا أول مرة صل على النبي. أول مرة تأخر صليت. أكون معك صادق أنا الأسلوب هذا معي من 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 بداية المسابقة. أول مرة يا أبو البراء ولا أقدر. والله شوف أنا بعلمك إياها. إذا سمحت لك أعرف إني عندي 12 حلقة راح أسمع. لا أنت المرة هذه أنا ما أسمح إلا شيء واحد. ما أسمح إلا شيء واحد. إذا شفت الإسعاف برا إن شاء الله وجايب أهلي بس. قول لا إله إلا الله. قول لا إله إلا الله يسامحك. أنت كريم وأنا أستاهل إن شاء الله. أستاهل والله. قول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. أول شيء طول العمر أول مرة تأخر. ثاني شيء أنت ما نبهت عنها قبل. ثالث شيء مسامحك. طيب شكرا يا سالم. احنا نحمر وجهة نظر وادري انك تنافس ولكن اجعل في بالك ان دائما
ان فقره خبايا هي جوهر الفقرات كلها وهي الزبده هنا، فاحرص عليها بارك الله فيك. انا ماني في الغرفه والله، اني في الاستديو. اعتذر منك يا سالم. في الاستديو انا. طيب نشوف القرعة عشان معنا وقت، معنا 23 متسابق. اي لاف يو سالم. اعطونا القرعه. وقف هلا عبد الواحد. السؤال يقول صراحه عبد الواحد وش بتقول يا عبد الواحد؟ ما اصبر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اختار يا عبد الواحد، انتبه من المغررين. قاده روح اخلص عشان نكسب وقت. قدها ونص. قدها ونص 600 درجة. بيطلع معنا شيء ولا نقول السؤال؟ ما عاد الا بصرك يا رب. هاي كنترول دايركت. السؤال يقول: من هي الشخصية التاريخية الملقبة بملك السلم؟ هل هو الملك عبد العزيز ولا الملك فهد ولا الملك خالد رحمهم الله جميعا؟ الملك خالد. الملك خالد. نعم. إجابة أخيرة. أخيرة. إذن إجابة خاطئة. وهو الملك عبد العزيز رحمه الله وطيب الله ثراه. أمال الجنة. إذن سالم 600. شكرا عبد الواحد. ارجع بسالم 600. أسكت يا مجرم. قرع عطني إياها. عطني إياها. وقف. 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 عدها ونص. فيصل ما قد طلعت معي فيصل. الشرف لي طال عمرك. هلا فيصل. بكلم هلا الله يحفظك. هلا عبد الله. سلام وتحية. عطني اختار المسار. فيصل يلا يا فيصل. خلينا نسمع. نبي السلامة. نبي السلامة. أهنيك. تعجبني. نبي السلامة هو 100 نقطة والسؤال يقول. أحد ما يبي السلامة. أي نعم. السؤال: كم عدد الرسل المذكورين في القرآن الكريم؟ 24 رسول، 25، 26 رسول. هدوء. أنا أعرف أنك تنافس واضحة في عيونك وحريص على كل نقطة. عطني 24، 25، 26. خمس ثواني. 4، 3، 2. 26. 26. إذن إذن كم؟ من اللي قال؟ 25. 25 كريم صورة الأنعام. ما شاء الله تبارك الله. كم؟ لو عندي درجات زايدة أعطيتكم إياها. إجابة صحيحة. إجابة خاطئة فيصل. إذا سالم 100 فيصل. الحمد لله. إي والله الحمد لله. تعجبني. أنا داعي. تعجبني فاهم اللعبة في الصول. ما في شك. أحلى. الله يرضى عليك. بربرتو اجلس. تسلم. يلا أعطونا القرعة. ساعة خبايا أن تحضر. حبك في خبايا في خبايا. وقف وقف. يلا نجم الجمهور فايز الشهراني نجم الجمهور. طول عمرك. ما ادري والله شلونك يا فايز. طيب زالونك ابشر. اختار يا فايز. يلا يا فايز. نص ونص. نص ونص. نص ونص. شفتوا يا شباب؟ شفتوا عشان اعلمك انه ينافس على المركز الاول ما يبغى نجم جمهور ولا شيء. هي نص ونص انا اخترته ما علي من المدرج. يتفرج. إيه. عطونا 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 نص ونص نص ونص. خبية. علامة استفهام وخبية. خلنا نشوف ايش بيطلع لنا والله يسرها. حطنا الاستفهام. يلا. يلا. نص ونص 200 درجة. لحبيبنا فايز نجم الجمهور. اوه على طول حبيبي. يلا وش فيه؟ بسم الله. اعط من نقط. وقف وقف يا فايز. اعط من نقط. فايز 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 ريلاكس. اسلم لي فايز. الان تعطي من نقاط كل واحد من المتسابقين قبل ما تختار. كم تختار؟ اي تنخصم منك طبعا. ها ولكن كم تخصم؟ كم تعطي؟ هدوء يا طويل العمر. بخصم نقطه واحده من واحده واعطيه اياها. من تعطيها اياه نقطه واحده؟ واحدة. دقيقه. النقاط ما تخصم الا من 10 10 20 30. خلاص 10 10 10 نقاط. 10 نقاط. 10 نقاط نعطيها يا طويل العمر والسلامه. اوف شوف يده. يعني متفضل عليه. يعني متفضل عليه فايز. لا اصبر. لا لا 10 نقاط. لا فيها فضل. خلاص انا طيب. لكن
ليش خايف؟ فايز يا قلبي انا والله انهم كلهم يستاهلون الصدق. فايز انا 10 نقاط ترى انا مليان خصم عليه يا نيا. انا 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 مليان خصم عليه. من هو؟ انا عيال ترى 10 درجات. انا انا فايز انا غير 10 والله. لا تسمي ولا تغني. ابي 10 انا عادي ابيها. ها عطها يا طويل العمر والسلامه. سعود علوش سعود علوش فيصل علمه. فيصل 10 درجات من نقاط فايز. شكرا لك. اعطونا القرعه. شكرا لك. والله فيصل فيصل انا اشوف يده تتعرج. بس وقف. ها ازهلني ازهلني ازهلني. هنا 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 هنا. اعطونا الصلاه. يلا اعطونا الصناديق. اعطونا الصناديق. اتوقع لو في عصا خذيتها. ايه يا ولد ما عاد فيها. اعطونا الصناديق. يلا وش اختار؟ ما ردكم يا شناب ما ادري. اعطونا سؤال. طيب هل هو سؤال؟ سؤال ما ادري. سؤال ولا خبيه؟ خبيه. الله خبيه. اكبر. الله اكبر. اعطنا الخبيه. اعطنا الخبيه. هدوء 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 هدوء. اعطنا الخبيه. يلا انت حظك ما ساد بي طول الليل. جونا بسطة وغلة في خبايا انت حظك كانك بتخسر. لا تزيد الطين بلة. شكرا شكرا. شكر شكر موصول الى عبد الله. إيه لا لا. شكر موصول الى الراعي بولت اللي منح المتسابق خروج مدة 12 ساعة. وتستاهل. وين بتروح انت؟ هلك في الرياض؟ لا انا مو في الرياض. في القصيم. في القصيم. بالله عليك. والله ان فقرتك خيرة. اقسم بالله يا اخوان. هذا يا اخوان اسحبوا منه البولت. ليه؟ لا لا خلاص. طيب اذا خروج مده 12 ساعه. مبروك. الله يبارك فيك. وتستاهل. بيض الله وجهك. تستمتع. وين بتروح؟ والله ما ادري لحد الان. شوف ها ايه بس بنسمع لك. بس تسمح نمشي عشان بس. اي والله صوتي راح اقسم بالله. والله لا. طيب والله شكرا لك. المبروك. بيض الله وجهك. 12 ساعه. شكرا. دائما دائما نقول بولت هو خيارك الدائم للتنقل. بولت شكرا يا بولت. شاركت الفرحة الواحد من المتسابقين بكل أمانة. والله العظيم أحس إنها لي لأني بطلع بعد شوي. وإذا هناك خصم 35% للكود على الشاشة. استخدم التطبيق وادخل على التطبيق واستخدم الكود اللي موجود على الشاشة. 35% بولت. وش خليت وش بقيت؟ لا للمتابعين ولا للمتسابقين. شكرا لك. القرعة عطني إياها. وقف. أنت حظك. وقف. يا هلا. وقتك الدوسري؟ نعم صحيح. سلمني عليه. يلا. طيب. طيب. اختار. ما ادري. ايش تبي؟ ها؟ من تستشير يا ناحي مناحي؟ مناحي. لبيك. خليك معي هدوء. قدها ونص. قدها ونص يا ابو سليمان. ابو عمر. ابو علمان. ابو علمان. والله ابو علمان مرجع كبير. يعني جاته عشر
وترجعون له؟ ليش تستشيره يعني؟ وش السبب؟ هذا من طيبهم. أول شيء والله تستاهل، كلهم يستاهلون، وهو أخوي اللي أكبر مني. يستاهل يستاهل يستاهل. يلا يا وش قال لك؟ وش قال لك تختار؟ يقول قادح. قادح ونص. قدها ونص. قدها ونص. قدها ونص. قدها ونص. أعطونا قدها ونص. هل هي خبية أم درجة؟ سؤال. مسؤولية هني والله. ها كنترول. مسؤولية. ها خلنا نشوف. كاشة. وش مكتوب في الكاشة؟ عند وجه النكبة، لكن خلنا نسمع وش التوجيه منها. إلغاء جميع النقاط الماضية. اللي خذ سالب، اللي خذ موجب، الدرجات رجعت إلى صفر. بستنا بستنا خروج قوت واحد. إذن الشباب كلهم من الخصم. لا شفت من كلبين، شفت من كلبين. على ناجامل، ناجامل. ما تحافظ زين، تطلع وتسلم من الخصم. 10 درجات خذيتها. وش بعد؟ سلطان سلطان سلطان. يا من 2000. 2000. 2000. صفر صفر صفر. الجميع صفر. إيه خصم على خصم على سلطان. سلطان. على نايف دامر، على نايف دامر. أروح خلاص. خلاص شكرا لك استري. هذه هذا هذا وجه النكبة علم. إنك تفشلت في خويك. شيء هذا موسوس وسواس، ولكن هذه توجيهات فيصل، هو اللي قال اختار هذه. فيصل مشارك، فيصل مشارك وجه النكبه. هو لذ عليه من غيرها والله. مخير ما يبي الله، عارف اللي في خاطره. اذا اعطونا القرعه. الجميع الان صفر، اعطونا القرعه. القرعه ولا القرعه؟ خبايا في خبايا. لا انت حاضر. وقف. اول شيء خلني انتهز الفرصه هذه واتحمد بالسلامه لاخي وصديقي الله يسلمك ابو ابراهيم. الله يسلمك. والله ما تشوف شر، لا تواجهه. واخر الاوجاع ان شاء الله، وطمنا عنك. بشرك ان شاء الله انك احسن. افضل حال. عسى سلمت من الكسر. لا بشرك، مو غير التواء بسيط. التواء بسيط. الله الله تمز. تجيك ما تشوف شر. اعطونا الصناديق. اختار. قدها ونص. قدها ونص. اذا شنار. اوه يا خبايا، اوه يا خبايا. وش تعطينا بعد يا خبايا؟ اعطنا وش فيه؟ وش موجود؟ تبديل نقاط التدبير. اذا عندك 600. نسك سؤال، اذا جاوبت 1200. 1200 اما او لا، سالب او موجب. طيب السؤال رقم 7. السؤال رقم 7، ما نسبة المياه في الكرة الأرضية؟ 70 71 72. هدوء، بدأ الوقت. اخلص علينا. 70 70. إجابة صح ولا خطأ؟ إذن إجابة خاطئة. 71% نسبة المياه في الكرة الأرضية، و 1200 سالب يا شنار. شكرا لك شكرا لك شكرا لك. حيا ولا أعطيك رقم جوالي يدق علي. طيب بيجيك. وقف وقف. يا سيف سيف. بس سعد ابشر بس. أعطونا الصناديق، أعطونا الصناديق. يلا يا سيف. وين
يا سيف والله جراني شنار يوم انه 1200 ايه تجريت شوي قادح 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 اعطونا قادح سؤال 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 يقول تفضل ما هي اول هدوء ما السؤال رقم 8 السؤال يقول ما هي اول دوله استخدمت النقود الورقيه امريكا السعوديه الصين اختار الصين الصين إجابة أخيرة كم باقي مع الوقت إجابة صحيحة يا سلام 800 نقطة إذن سيف الأكلبي 800 نقطة شكرا يا سيف شكرا أعطونا القرعة أعطونا القرعة مجهودك إلا ابتدت ساعة وقف يا هلا امشي 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 مسوي زعلالة تخليني ما اضغطك هنا شوي السلام عليكم سلام مساك طيب اي خدمة طال عمرك اتعب يلا يا حشر اختار يا حشر ها يا حشر نبغى السلامة نبغى السلامة 100 نقطة هل هو خبية ام سؤال يلا سؤال يقول 9 كم عدد صور القرآن 113 114 115 بسرعة ادعي لي لا لا ما في عيني يطفون هذه الأنوار ما في طفي الأنوار أنا طفيك هنا كلك وصل عني 10 ثواني 9 8 7 كم قلت دقيقة كم قلت 113 114 115 3 115 جاوب جاوب إجابة خاطئة شكرا لك 114 يا عبد الله ما حد يعرف عدد صور قرآن يا عبد الله؟ إذن إذن حشر سالم 100 اللي بعده أعطنا القرعة يلا وقف الله يا ناصر يلا قادح أعطنا عطني قادح قادح قاد قادح امزح تحمست انا قادح تحمست تبغى قادح ولا لا ثبت قادح قادح اخر واحد قادح اهل هو سؤال ام خبيه سؤال حلو جو السؤال يقول ما هي هدوء ابليس بلا بلا هدوء اترج يعني رجع ما هي المدينه التي تلقب بعروس الشمال عرعر حائل تبوك بسرعة هدوء عينك عروس عروس شمال ايه واحد كم باقي هدوء 10 ثواني دقيقة وش الخيارات يلا عرعر حائل تبوك 3 2 1 حائل تبوك حائل كنترول 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 دقيقة يعني كنترول عفوا يا شباب المسابقه لكم وفيكم تجاوبون تعلمونه خلكم معي اتكلم معكم تسمحون اتكلم معكم حتى مستعد يفيدون صوتي بس اتكلم معكم مين زين في حقي انا يساعد واني واقف وانكم تغشغشون وتستغلون ما ادري ايش اقسم عليهم بليز يعني بلبرة. لا الحماس امسك نفسك بلبرة اقسم عليهم عليه الطيب اقسم عليهم بلبرة اقسم عليهم عرفت اقسم عليهم اذا اقسم عليهم انت ترددت ولا جاوبت سلطان ناصر ابريت ناصر؟ نعم وأنا أقول سلطان ها؟ شكرا إذن أخذها بجنبي وأمشي وش خذها؟ أخذها قادح إذن لا لك ولا عليك تأخذ صفر درجة ما خسرت؟ إيه نعم شكرا يلا صفر تكفون نبغى نمشي المسابقة يا شباب عطنا القرعة يلا يلا صفر يا ناصر والله حرمت نفسك والله والله العظيم يعني يا شباب وقف وقف يا هلا فيصل فيصل ناصر ناصر انت ترى يعني السؤال اول شيء سهل السؤال كان سهل فهمت واجابتك يعني التفاتاتك وتسميعك ولا جاوبت الا في اخر ثانيه اجابه خطا ثم تعدلتها دخلتنا في دوامه تحمد الله انك طلعت بصفر ولا المفروض تطلع باقل شيء 800 ذي الحمد لله حيا الله فيصل كيف حالك يا فيصل؟ الله يطول عمرك شلونك؟ قدها ونص قدها ونص
قدها ونص 600 درجة، هل هي خبية أو سؤال بسرعة؟ خبية، أعطونا الخبية، أعطونا الخبية. ها؟ ننتظر. يلا بسم الله. اتصال سحب 1000 نقطة ومن حاله واحد ثاني، وجودك هو عبارة عن جسم. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. حياك الله يا سارة، من وين تكلمينا يا سارة؟ من القصيم. من القصيم يا سارة، متابعة الفقرة يا سارة؟ أي. كل شيء تمام؟ كل شيء تمام. سارة عندك المتسابقين الآن، تسحبين من واحد 1000 وتعطينها واحد ثاني، من هو الشخص اللي بتسحبين منه 1000 أولا؟ من تسحبين 1000 من من؟ وأعطيها سنارة. من 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 من؟ نايف اليامي. نايف اليامي تسحب منك 1000 وتعطى لمن؟ سنارة الدوسري. لشنارة الدوسري. شنار شنار جاك الإنقاذ من القصيم من سارة. الله لا يهينها، هذا وجودك، أنت كنت جسر. شكرا يا فيصل، شكرا، تحية لفيصل. فيصل خصم جاك عقبي ولا قبل؟ لا نايف أنا شليت من هنا حطيت هنا. خل نايف، ليش أنا أسحبه منك؟ نبيه خلاص. ها؟ أزعاد. لا لا ليش؟ ليش أسحبه منك؟ المحبة تستاهل. شكرا يا سارة، باسم شنار. ها يحسبوني نايف ذام. إذن 1000 نقطة تسحب من نايف والله نايف اليوم الوضع ما عم دحدر، الوضع عكسي معك اليوم، وياخذ 1000. عطونا القرعة، عطونا القرعة. وقف سالم، ايش ذا؟ لا سالم لا، عطني بعده. ليه تكفى؟ اعطيك جوال. والله اني معلم عبد الله. على خشم ابشر. والله اني معلمه. طيب ما في مشكلة، يلا بس يا سالم بعلم. انا معلم عبد الله الراشد. بعلمك حاجه، دعيني بالاسم. سالم صل على النبي، انت وش كان جلوسك برا؟ في الاستوديو. ليش الاستوديو تجلس؟ عبد الله الراجح قال لي روح الاستوديو. ليش الاستوديو؟ عبد الله الراجح، عبد الله الراجح. نعم اسمع من كنترول. هل انت اللي سمحت له بالجلوس يا عبد الله؟ اجلس، خلاص اجلس. هو اللي سمح له، سمح له. اي والله سمح. سمح لعبد الله الراجح. سالم جدع تفضل يا سالم. على كل حال سالم حبيبي، انت والشباب الفقره لها احترام. انا يسعد نفسي. انت تعلمني يا سالم. مو عشان يعني الفقره اذا بدت انا ما عاد افتح الباب اصلا والله العظيم. فالكلام الاسبوع الجاي، الكلام لكم يا شباب، الكلام لكم يا شباب. معي يا شباب، معي ولا مع السلام. سيف معي من الاسبوع الجاي، والله ما اسمح لاي واحد يتغيب حتى لو جلست مع ناصر الغامدي. تمام؟ قبل كل شيء الاحترام، مو بالفقره بس، الاحترام قبلها لك انت. جعل ابوك الجنه. وانا اقدر. شكرا لك يا سالم. طيب اعطونا. سالم خليك معي يا سالم. هاي سالم. قد ونص. سالم. سالم ينافس. سالم. سالم مجتهد. سالم. هاي سالم. يلا. نبي السلامة. 100. راحت كلها. طيب. أعطونا سؤال. يقول هدوء، ما هي المدينة التي أطلق عليها مدينة التلال السبعة؟ هل هي لندن، طوكيو، طوكيو، روما؟ لندن، طوكيو، روما. عينك علي، عينك علي. روما. روما. أخذت الإجابة من أحد؟ لا والله. بدون والله. 100 درجة. شكرا لك يا سالم، ألف مبروك. شكرا لك يا سالم. أعطونا قرعة. يلا القرعة. وقف. يا هلا يا هلا عبد الله. السؤال رقم 12. لا يلا. ابتسامة جميلة. ابتسامة نصر أو غرور أو لا لا نصر إن شاء الله. نصر اختار. قدها ونص. قدها ونص. أعطونا قدها. سؤال سؤال ولا خبيه في خبايا الليله والله حظكم. يلا
أعطونا بس هدوء هدوء. وش الخبية؟ يلا يكون يلا يلا حنا متحمسين يا مسلم، حنا متحمسين نبغى نشوف وش طالع بينا. هات هات تدبيل النقاط الموجبة ويمنح سؤال. يا سلام يا سلام، من النقاط موجبة؟ منهم منهم؟ واحد اثنين ثلاث، لا اللي راحت عليهم اللي طلعوا حكم لا راحت عليك. شنار ألف ألفين، حشر سيف ألف، لا سيف كم سيف؟ سيف 800 1600. يا سلام هذا 100 100. سالم 200. انا 2000. يا سلام انت 2000 يوم قبل الوجه النكبه. اذا عبد الله وجه السعد بكل امان. السؤال يقول السعد والله الربع ذولا. السؤال يقول 12، السؤال 12 يقول ما هي الدوله التي شاهدت التلفزيون اول مره؟ اوروبا، الصين، امريكا؟ 20 ثانية. أمريكا. أمريكا إجابة صحيحة و600. وجه السعد احسبها جردها. 600 600 600 بس اختار قدها ونص. يعطيك العافية. قدها ونص 1200 تدبيل. إذن هو ما يدخل يا كنترول، ما يدخل معهم، يدخل 1200. إذن 1200 والله شكرا. ها لما جاوب يروح بيتهم. عطني القرعه. وقف محمد مساعد مش موجود. عطنا اللي بعده. اللي بعده. انت حظك انت حظك كانك بتخسر يا ويلي. وقف. يلا يا محمد مسفر، يلا يا ابو مسفر، يلا يا ابو مسفر. ها إيه بالله إيه بالله. نص ونص نص ونص نص ونص 200. سؤال يقول السؤال رقم 13. ها يعني تدبل كلها، تدبل المربعات؟ والله أي مربع موجب تدبل حتى الآن يعني. يا سلام. إذن لازمنا في التدبيل حق وجه السعد حق عبد الإله. بيض الله وجهك. لا لا احنا فهمناها انها فقط المسار، ولكن كنترول يقول الى الان مدبله. هدوء. محمد السؤال يقول طيب يعني حتى ذي انت السؤال عندك وش اخترت؟ نص ونص؟ ايه اخترت بس اذا بتدبل اخترت ما ادري انت. لا ما تختار خلاص انت اخترت نص ونص. ايه؟ السؤال يقول رقم 13 كم عدد السجدات في القرآن الكريم؟ 14 15 16 سجدات؟ اي نعم 14 15 16 16 16. إجابة إذن إجابة خاطئة، تكون سالم 200 يا أبو مسفر. كم عددها؟ 15 سجدة. شكرا يا أبو سن. إيه إيه ولد 200 ولا شيء ولا شيء. أبونا القرعة. وقف سيف. يلا يا سيف. أنا بطلع بالسلام. اختار اختار. يلا نبي نبي السلامة علشان ناخذ المليون. نبي السلامة عشان المليون. نبي السلامة. سؤال ولا خبية؟ خبية ان شاء الله. سؤال ولا ان شاء الله خبية. اذا خبية. ونشوف الاتصال، نشوف اتصال، نشوف الا الخبية. فرع في الجمس ان شاء الله. لا اتوقع بولت ما عاد ياخذ. وش يطلع معنا؟ مضغوط بيت. خلينا نشوف. جوعان والله. اي انت اتصال سحب 500 من اي متسابق ومنحها لسيف. اذن الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. حياك الله. من معنا؟ معك ام محمد. الله يحفظك. حياك الله يا ام محمد. من وين تكلمينا يا ام محمد؟ من الرياض. الله يحفظك. يا هلا يا ام محمد. كيف شايفه الفقره؟ ان شاء الله انها مناسبه وشيء. روعة بس فيه ازعاج مرة. روعة بس فيه ازعاج مرة. الله يهديهم. ازعاج مرة. الريموت الريموت تكفين يا ام محمد. ترى وطي الصوت عشان تستانسين معنا يا ام محمد. الله يسعدك يا رب. يا مرحبا يا ام محمد. ام محمد عندك 500 تسحبينها من واحد من المتسابقين وتعطينها السيف. من؟ اعطيها مين طيب؟ تسحبينها من؟ تعطينها سيف. سيف اي واحد؟ سيف ال سالم.
سيف السالم موجود معنا على البوديوم. هاي ام محمد. ايوه اسحبها من سلطان. اسحبها من سلطان ال سلطان البريك. شكرا. اذا 500 تسحب من سلطان وتمنحي لسيف السالم. اقول شيء سكرت والله العظيم حظ طيب. بيض الله 100 درجة الى 500. نعم. شكرا يا سيف. شكرا. بيض الله وجه هشام محمد. طيب سلطان ليش اخذت منه؟ ها ليش اخذت منكم محمد؟ ما بتحبني والله هدية. طيب طيب يقول ما تحبني وش اسوي؟ طيب على سيف. بيض الله وجهه وجمل الله حالها. وصل 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 يا سيف وتستاهل تستاهل. اللي يطلعوا من يطلعوا الشباب يا شباب لا احد يطلع برا الفقره. طيب خلهم يصلحون المشكله. ايه تفضل تفضل يا شناق. اعطونا القرعه اعطونا القرعه. انت حظك انت حظك. وقف يا هلا يا هلا. يلا لا طلع عيونك. اختار يا فلاح. يلا اختار. مدري مدري. إذن 400 سؤال. يقول السؤال رقم 14. ما هي الصورة عندك 400 صح؟ 400. ما هي الصورة الوحيدة في القرآن التي لا تحتوي على حرف الميم؟ الكوثر النصر الفيل. نعم كوثر. الكوثر. 800 نقطة من وجه السعد عبد الإله. شكرا يا فلاح. يا سلام فلاح العاصمي يطلع بثمانمائة نقطة. لازال التدبير هي كانت 400 نقطة ولكن التدبير موجود 800. سم أنت هذا جاء اتصال 500. لا دبل. لا لا قيمة محددة بالاتصال هذا مو بل. اي نعم تبغى تتصل على ام محمد وتقول خلاص. طيب طيب اذا 500 زي ما كان سيف. اللي دخلوا معنا في الاسئله فقط هم اللي تدبلت معنا وهذه من بركات الله سبحانه وتعالى ثم بركات عبد الله وجه السعد اشهد بالله. طيب اعطونا قرعه. شكلك منت في القرعه. في خبايا في خبايا انت حظك انت حظك. وقف. ترك السباعي راعي الحصانة الجميلة ترك الخفيف اللذيذ الجميل. حياك الله يا ترك. حيا الله حيا. طال عمرك. خير يا مول خير. يا هلا وسهلا. اختار بسرعة. أنا أحب مشاركة أصحابك ترى والله حلوة. نص ونص. نص ونص. نص ونص. عندك 200. سؤال يقول هدوء. السؤال رقم 15. نص ونص 200 درجة تكون 400 إما بالموجب أو بالسالب. من هو النبي الذي يقتل المسيح الدجال؟ إسماعيل عليه السلام أم عيسى عليه السلام أم إبراهيم عليه السلام؟ بدأ التايمر. هدي. إسماعيل. إسماعيل. إجابة خاطئة. إجابة خاطئة للأسف. إذا تأخذ سالب 400. إحنا عندنا التدبيل وجه السعد. نعم تدبير موجة فقط. إذن 200 فقط. سالم 200. تعال تعال تعال. ليش فرحان؟ ليش فرحان؟ ما أدري بس كذا أنا أصلا. أعطيك خصم 200 ثانية؟ لا 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 حاجة توقف. طيب يلا أعطونا القرعة. وقف. أنت حظك أنت حظك ما ساد بيطول. توقعت اسمكم موجود في. طيب سعود هو يقول انا قاعد اعطي درجات. اعطونا هدوء. خلنا نشوف وشو. يلا اختار مسار. طبعا لي الشرف اليوم اني انا اطلع معك في المسابقه حقتك. شكرا لك يا الله سعود. يطول عمرك وانت تعرف اني اعزك واني الله يطول عمرك واغليك كثير. الله يطول عمرك واتمنى لك التوفيق. اللهم اشوفك ان شاء الله تنافس على المراكز. ها ما اخصم عليك. عشان كذا حظك. طيب نشوف. طيب. شكرا لك ابي. خلوا تخلص. نص أو نص 200. طيب سؤال ولا خبية. سؤال يقول كم تبلغ
لا. كم تبلغ المسافة بين العمودين في المرمى كرة القدم؟ 8 أمتار، 7 أمتار، 9 أمتار. هدوء. تايمر بدأ. كم؟ 8 7 9. لا لا ما تلتفت يا حبيبي. 7. 10 ثواني. 9. 9. إجابة خاطئة. من اللي راعي كورة هنا؟ 7. 7. يا أخوي اسمع. تشجع. سعد سعد سعد. الهلال. دائما ثقافتهم عالية. الهلاليين. إذا إجابة خاطئة. أنا ما يبراضي. لا. أنا إنسان لو من ويتر ما أحب الكورة. ما تحب الكورة. ما أجيب سؤال ثاني. طيب خذ رقم جوالي ودق علي الله يطول عمرك. إذا سالب 200 لحبيبنا سعود علوش وكان هذا ظهوره اليوم والله المستعان. يلا عطنا قرع عطنا إياها. كم باقي معي يا شيخ؟ 1 2 3 4 ثلاث متسابقين. أنت حظك أنت حظك. وقف يا هلا يا هلا وغالب الشيخ عبد الله. ما أدري سؤال ولا خبية. يلا يا عبد الله اختار. عبد الله ما أدري ما أدري ما أدري. ثم كم النقاط؟ 400 صح؟ 400. لا ما أدري. لا كم ما أدري. 400 تدبر 800. طيب إذا كان جوابك صحيح طبعا سؤال ولا خبية. يا رب خبية. خبية والله يا رب. والله خبية. خبية اي حلو. يلا يا خبية. خبية. يلا خبية. خبية بنشوف الخبية. وش الخبية حقت؟ اسفين مالك ولا عليك. افا شرفت يا عبد الله. ها اي لاف يو. والله اني طحمتك من طلوعك درج ونزوله. اذا لا لا ولا عليه حبيبنا عبد الله. اعطونا القرعة. من باقي من باقي؟ بس انت حظك انت حظك. ما زاد ما معنى الا ابراهيم عواد. وقف وقف ابراهيم عواد فقط. وانا ابو عواد. انا ما اشوف ابو عواد. ابراهيم عواد مش موجود. وينه؟ وعبد الله العتيبي. عبد الله العتيبي وينه؟ عبد الله العتيبي مش موجود. مو في الفقره. انا معني الموجود هنا بس. اذا ما معنى الا ابو عواد. تفضل يا ابو عواد. بسم الله. يا هلا يا ابو عواد. ارى في عينيك شرر. اعطونا الصناديق. ها ما ادري ما ادري ما ادري ما ادري. سؤال ام خبيه؟ أوف. والله اني انا صرت اعيد واكرر. انا ادخل قسما بالله ما اعرف وش الخبايا. انا ادخل معكم من المتسابقين هنا والخبايا لا اعلم بها. في الكنترول هناك كامل. أعطونا الخبية لأبو عواد ونقول يا أبو عواد وش خبيتك؟ هدوء هدوء. اختر متسابق يحرم من نقاطة ولا تأخذها أنت. اشرح لي أكثر. اختار متسابق. ايه عنده درجات اخصمها منه وانت تطلع فاضي صوب بعد ما عندك شيء. هدوء هدوء هدوء. خصم مبلغ قوي. هدوء ابو عواد. خصم اي مبلغ؟ لا لا تخصم نقاط اللي خذاها هو فقط. من هو المتسابق قبل؟ من هو؟ ابي سلطان ثقل يجي بعد اذنك. سلطان ثقل؟ ابي يجي. تعال تعال يا سلطان. تعال دقيقة. سلطان مش عنده من درجات سلطان. اول حاجه خصمت عليه ام محمد كم؟ 500. 500 صح. إيه؟ وقبل شوي يقول اول ما دخل بدايه الفقره قال هي مسابقه. اي نعم. اخصم من عندها 1000. مو هو على كيفك. ما عندي شيء. ما خذيت نقاط. ما عنده شيء. ما عنده شيء. صبر. لا لا يختار متسابق. اخصم من واحد عنده نقاط متسابق. راحت خصم. استريح 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 سلطان. اختار متسابق. من اللي عنده؟ شفت كيف ربي سوى. اعطون من المت. اسال اخوياك من اللي عندهم نقاط. من عنده نقاط؟ يلا ولو لا انت ما اقدر. تركي ما اقدر. اسف. خله 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 وياهم. عدني له ما اخذ 3000. لا لا ما المتسابق اللي عنده نقاط. الشيخ فلاح 800. الشيخ فلاح. الشيخ فلاح. ابو عواد هدوء 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 هدوء. شباب سيف سيف هدوء. اخصم 10 من عندي. مشاهدي شوف خصم خصم. ريلاكس. ابي خصم خصم عشان ابراهيم فقط. خط الخصم عندك هو النقاط اللي خذاها المتسابق. كم من المتسابق؟ من أبعرف النقاط. من المتسابقين اللي عندنا؟ عطونا المتسابقين. سالم جديع 200. كم؟
سيف الأكلبي 1600. لا لا تخصم كاملة النقاط، تخصم نقاطه كاملة. كم؟ دقيقة. عبد الإله 1200. فلاح العاصمة 8. يلا يا أبو عواد بسرعة. أعلى واحد سيف الأكلبي. سيف الأكلبي 1000 وكم؟ 1000 وكم؟ 1600 أبو سيف. 1600 نعم. أخصم 1600 سيف. 1600 على سيف الأكلبي. أخصم 200 من سالم جديع. لا 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 لا. أبي 1600. وين المتعب؟ شكرا لك. لا والله ما يبعد. والله ما يبعد. لا والله ما يبعد. أخصم 200 من سالم جديع. لا لا تجيني تضحك. تخصم نقاطي تجيني تضحك. مسابقة مسابقة. ما مسابقة. زعلان زعلان الرجال. والله ما مسابقة. زعلان. والله زعلان. والله زعلان. مسابقة. يا سعد سعد. أنا إذا خصمت الخصم شيء. بس اسمع منك بس. سيف وش تعليقك؟ عندي. وش تكنيكك؟ قول لا إله إلا الله. الموضوع بسيط، هي دائما خصم خصم وبطلع اني انا انا اسميها اني اضر واحد من اخوياي، اقلل الاضرار، سالم الجديع يقول عندي 200 نقطة صح اخصمها، تخصم علي 1006 هذه اللي ممكن تطلعني من البرايم. طيب وش يا ابو عواد وش تبريرك ابو عواد؟ ما ما خلنا نسمع يا شباب، صلوا على النبي يا شباب. ابو البراء ابو البراء هدوء ابو البراء، صل على النبي صل على النبي. اذا بيزعل بكيفه، انا سؤالي لك. واذا بيرضى بكيفه، انا سؤالي. صل على النبي، هي مسابقه صح؟ نعم. انت بدايه الفقره قلت من المنافسين على المليون. نعم. الكل ما حد رفع يد. يعني انت خصمت عشان تتنافس الان. اي بنافس انا. بتنافس. ابو البراء ابو البراء. طيب ليه زعل يوم خصم منه سلطان 4000 نقطه؟ والله عاد هذا شيء راجع له ولا شيء راجع لي هنا لا وهي. طيب اذا اذا ابو عواد خصم على سيف ال 1600 وهو يرى انه يقول انا ابغى انافس وارى اني لازم اضرب اللي اشوفهم متقدمين. اعزائي المشاهدين اتوقع وصلنا واياكم الى نهايه حلقتنا لهذا اليوم. اتمنى من الله من الله سبحانه وتعالى انها حازت على رضا الله سبحانه وتعالى ثم رضاكم. انبسطنا واستانسنا، تبقى منافسه لا تتعدى هذا المسرح. والانفس طيبه باذن الله والروح رياضيه. نستودعكم الله ونلتقي بكم في أحد القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت حظك أنت حظك يا منافس شد حيلك ابذل المجهود كله ابتدت ساعة خبايا. أنت حظك أنت حظك في خبايا في خبايا. أنت حظك أنت حظك.